اهلا بيكم، معاكم زينب نجم من قناه كذا لون. النهارده اسلوب الرسم بتاعنا سهل جدا وموجود في كل بيت، واي حد يقدر يطبقه هيطلع معاه نتيجه هايله. هنستخدم النسكافيه. النسكافيه اللي موجود في كل بيت العادي الكلاسيك العادي، هنستخدمه في التلوين. في الاول اللي مش مشترك في القناه بليز اشترك في القناه، واللي مشترك في القناه شكرا ولايك. هنلون النهارده بالنسكافيه. هنختار 3 درجات: الفاتح والغامق والاغمق قوي. بحط حسب الكميه اللي انا محتاجاها، بحط كميه النسكافيه. القهوه سريعه الذوبان بتديني درجات من الفاتح خالص بالبيج لحد البني الغامق البني الاسود. هنشوف دلوقتي ازاي هنطبق. ومية شوية فترة او مية عادية من اي حتة، يعني ازازة معاكي. هنحط معلقة مية على كل جزء، وهسيب اخر جزء اللي هو الرابع ده باودر كده، حساس انه ايه لو احتاجت اغمق قوي بخلي الفرشة مبلولة وباخد منه جزء صغير. هنا بدوبه علشان ما يبقاش معايا حبيبات وانا بعمل الباك جراوند بتاعي او الرسمه بتاعتي او التلوين بتاعي او الظل بتاعي، لان هنستخدمها بعد كده في الظلال او تظليل بوستريو كده. فبدوبها كويس بحيث ان هي تديني درجه موحده. باخد فرشه على حسب مساحه الصفحه الورقه اللي معايا، وطبعا في ورق مخصوص للووتر كلر عشان ما يدوبش مني وما يكرمش والكلام ده. في الورق اللي هو ما بيبقى مكتوب عليه ووتر كلر ده احسن طبعا حاجه بستخدمها للتلوين باي حاجه داخل فيها ميه، نسكافيه او الوان مائيه. بجرب درجات اللون على ورقه خارجيه عشان اشوف لو عايزه اغمق او افتح في الدرجه. وبعدين هعمل الباك جراوند بتاعي. انا هعمل منظر طبيعي للاشجار، منظر سهل جدا جدا اي حد يقدر ينفذه. وهعمل الباك جراوند معايا بالشكل ده. من البيج للبني الفاتح للبني الغامق، وطبعا الخلفيه بتكون افتح شيء في الرسمه اللي قدامنا النهارده. انا اخترت ان انا اعمل الخلفيه بالطول، يعني عادي ممكن تعملوها بالعرض من فاتح لوسط لاغمق بالعرض عادي. وبدمج الالوان مع بعض بحيث انها تديني تدرج من غير خط فاصل ما بين اللونين. برسم يدوبك الشكل اللي انا عايز ارسمه بقلم خفيف قوي، بحس بس اكون شايفاه عشان ما يسيبليش اثر الرصاص على الورقه مع التلوين. يعني زي ما قلنا القهوه زيها زي الووتر كلر بتبقى شفافه، فهتبين اللي تحتيها. باغمق لون ببدا الطبقه الاولى في الرسم اللي انا عايزاه. ده جزء من الشجره في طرف اللوحه وطرف الورقه. باخد اول طبقه باللون الغامق. كل ما بحط طبقات بعد ما بينشف احط طبقه ثانيه وثالثه بيديني غامق جدا. كمان مميزات الرسم بالقهوه انها بعد ما بيخلص بيبقى فيها لمعه لطيفه كده، لمعه حلوه، يعني كانه مستخدمه الالوان جلوسي شويه، فبتبقى وناعمه جدا وفيها ضي مع الضوء بيدي ضي كده. ففعلا خامه كويسه جدا ومش مكلفه ابدا، وموجوده عندنا في البيت. الهواه شرب القهوه ممكن يلونوا باخر جزء موجود معاهم في الكوبايه او فنجان في الاخر خالص ممكن تستخدمه. في ناس بيتلونوا بالالوان بالقهوه التركي بتدي درجه اغمق. وكمان في بعض اللوحات هنستخدم مبيض القهوه عشان افتح اللون، بدل ما بستخدم لون ابيض في الالوان هستخدم المبيض للقهوه. هنا اخدت الدرجه الاغمق بقى عشان اعمل الورق الشجر، وقلت قبل كده انه لو انا حطيت طبقات تاني بيديني غامق.
اصبر عليها انها تنشف، وهي بتنشف بسرعه ما بتنشفش بوقت طويل، بتنشف بسرعه. زي ما انتم شايفين في ورق شجر بيكون غامق وورق فاتح، وده هو التنوع اللي موجود فعلا في اي لوحه، ان في غامق وفي فاتح في الرسمه بتاعتنا. اي اضافات بعد كده ممكن اقدر احطها، ممكن احط عشب، ممكن احط ضوء شكل القمر او الشمس في وقت الغروب، احط طائر واقف على غصن شجرة، اي اضافات بتبان معايا في الرسمة. المهم ان انا استخدم الدرجة المناسبة واستخدم الفرشة المناسبة، يعني الرسمة دي كلها فرشة رفيعة على اساس انه كل التفاصيل اللي موجودة معانا صغيرة، ما اقدرش اعملها فرشة كبيرة، فرشة رفيعة مدببة. كل ما بينشف الجذع برجع احط طبق تاني عشان هو المفروض يكون اغمق جزء في الرسمة، بعمل شوية عشب موجودين جنبيها عشان اضبط توازن اللوحة. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وسهل وبسيط ده تنفذوه، ويعني كل ملاحظاتكم باخدها وبقراها وبنفذها في اغلب الاحيان. فأتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. شكرا، باي.